بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي الكمبيوتر نتوركس، شبكات الحاسوب. موضوعنا لهذا اليوم هو المالتيبلكسينج. سبق بالمحاضرة السابقة تكلمنا على أنواع المالتيبلكسينج، وصلنا إلى النوع الثالث اللي هو التايم ديفيجن مالتيبلكسينج. تايم ديفيجن مالتيبلكسينج، وقلنا التايم ديفيجن مالتيبلكسينج ينقسم إلى نوعين، السينكرونس والأسينكرونس. إحنا لازلنا في ندرس في دراسة السينكرونس. نجي على المثال التالي. سبق أخذنا أمثلة وأخذنا القوانين الخاصة بالتايم ديفيجن مالتيبلكسينج بالسينكرونس. ايضا لازلنا هنا نكمل على القوانين. القوانين اللي عندي لهنا اللي هي بالقوانين كان عندي لحساب البت ان ايتش اوتبوت فريم. بالسؤال اذا يجيك وذ اكس رابت، هذا الاكس رابت ينضاف الى الفريم. يعني لو كان، خل انطيك فد مثال قبل ما نيجي على السؤال التالي. لو خلينا نقول عندي اربعة انبوت شانل، اول ثاني ثالث اربعة. الفريم ماتي، هذا الفريم ماتي، عدد السلوتات بالفريم تعتمد على عدد الشانلات. أربعة، إذن أنا أربعة سلوتات داخل هذا الفريم. خلينا نقول أنا كل سلوت دا أحط بي 2 بت، أضيف إكس رابت. هذا الفريم أضيف لإكس رابت، هذا هو الإكس رابت، هذا هو الإكسترا بت. الإكسترا بت يضاف دائما يضاف بت واحد، هذا البت واحد أما يكون صفر أو قيمته واحد، أما صفر أو واحد. يستخدم لأغراض السينكرونيزيشن، يعني شنو؟ ليبين إنه هذا بداية الفريم. حتى من يجي بعد الفريم الثاني، يعني هذا الفريم خلينا نقول الأول انطيته رقم صفر. الفريم اللي بعده الثاني اللي راح يجي بعده، خلينا نجي هنا، هيجي بعد الفريم الثاني. الفريم الثاني اللي يجي بعده أيضاً أربع سلوتات، كل واحد باثنين، والإكسترا بتقيمته شو تكون؟ قيمته تكون إذا كان هذا قيمته صفر، هنا حتكون قيمته واحد. أيضا هو 1 بت، هذا 1 بت بس قيمته بت واحد. البت واحد أما صفر أو واحد، هنا أنا صفر هنا أنا واحد. فمن هذه الإكسترا بت راح يعرف إنه هذا الفريم بدأ بالصفر، إذا هذا الفريم ينتهي من يجيني الواحد، إذا هذا فريم ثاني. هذا الفريم انتهى راح يجي يستلم الفريم الثاني، يعرف بدايته انه اكو قيمة واحد. الفريم اللي بعده الاكس رابت راح تكون قيمة شقد؟ صفر. وهكذا. ليش؟ لان من يعرف بداية الفريم راح، لان هنا عندي سينكرونيزيشن، يودي السلوت الاول الى الجهاز الاول، السلوت الثاني الجهاز الثاني، السلوت الثالث الجهاز الثالث، والسلوت الرابع الجهاز الرابع، وهكذا. وايضا بعد الفريم اللي بعده ايضا الجهاز اول ثاني ثالث رابع والى اخره. اذا هذا فائدة الاكس رابت. زين، شلون نحل السؤال؟ نفس القوانين السابقة، بس خلينا نشوف انه فقط بالفريم راح يزيد له بت. اذا اكو اكس رابت راح ينضاف له بت حسب القانون اللي شفناه احنا. خلينا نجي نحله. السؤال التالي نفس القانون مالتنا. شوف هنا ضفنا له فقط الاكس رابت، يعني البت ان ايتش اوت بالفريم عباره عن نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت مضروب في النمبر اوف شانل زائدا الاكس رابت. خلينا نجي للسؤال التالي. يقول لك وي هاف فور سورسز ايتش جريتينج 250 كاركترز. كاركترز يعني اضربه في 8. خل اجي ارسم عندي شنو؟ اربع شانلات، كل واحد 250 كاركتر السرعه مالته بعلي. كاركتر بير سكند احولها الى كاركتر بير، اذا هاي 250 اضربها لازم في 8، احنا قلنا 1 كاركتر يساوي 8 بت. اضرب ال 250 في 8 حيطلع لي 2000 بت بير سكند. هاي سرعة كل شانل، يعني هنا 2000 بت بير سكند، هنا 2000 بت بير سكند، وهكذا لكل شانل. نجي على السلوت. يقول لك بالسلوت if the interleaved unit is a character، يعني interleaved داخل السلوت، هذا السلوت الانبوت سلوت كاركتر واحد. الكاركتر الواحد شنو يعني اضربه في 8؟ يعني كم بت؟ يعني 8 بت. وهكذا 8 بت 8 بت لكل شانل. اجي حتى ارسم الفريم، اقسمه الى 4، وقلنا شنو؟ كل واحد بي 8، كل سلوت هذا الاوتبوت فريم، اوتبوت فريم، وهذا كان الانبوت سلوت. نجي
خلينا نكمل السؤال. يقول لك هنا and one synchronizing bit يعني extra bit يستخدم لأغراض synchronization ضفنا واحد bit is added to each frame لكل فريم ضفت bit واحد. إذا عدد البتات بالفريم ايش راح تصير؟ 4 في 8 زائد 1 هذا الاكسترا بت ويساوي 4 في 8 ايش قد؟ 130 زائد 1 ويساوي 33 بت. ها شنو البتات ان ايتش فريم؟ يعني انا من رسمت وسويت هذا حليت كل المطالب بس هسه اجي على وحده وحده ارتبها. خلينا نجي السؤال الاول يقول لك فاين اولا the data rate of each source يريد الداتا ريت هذه يعني السرعه مال each source هي كانت 250 كاركتر ضربتها في 8 صارت 2000. اذا هذا المطلب الاول. زين نجي المطلب الثاني the duration of each input slot يريد التايم مال input slot هذا الانبوت سلوت اللي هو نفس التايم مال output frame. خلينا نجي التايم مال انبوت سلوت يعني المطلب الثاني يريد التايم مال من هو مال انبوت سلوت. التايم مال انبوت سلوت هو عباره عن شنو؟ عباره عن نقسم الثمانية على 2000 يعني شنو؟ نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت على البت ريت. نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت على البت ريت يعني 8 على 2000 ويساوي لي 8 على 2000 ويساوي لي 4 × 10³ سكند يعني 4 ملي سكند. هذا التايم مال انبوت سلوت وهو نفس التايم. شوف المطلب اللي بعده the duration of output frame of each frame يعني الاوتبوت فريم نفسه هو التايم هذا. هاي ثلاث مطالب احنا حليناها. خلينا نجي the number of bit in each frame كم بت بال each frame هذا كم بت in each frame. number of channels مضروبة بال bit in each input slot 4 في 8 زائدا حسب القانون هذا القانون مالتي هذا القانون زائدا ال extra bit واحد extra bit اذا صار ال bit in each frame 33. المطلب الرابع حلينا. نجي المطلب الخامس the frame rate يريد الفريم ريت كم فريم بالثانية كم فريم بالثانية حتى طلع كم فريم بالثانية. قلنا دائما نقسم السرعة مال input مال channels البت ريت مال input channels نقسمه بالعكس يعني مو قلنا من نقسم 8 على 2000 يطلع لي التايم. هالمرة من أقسم 2000 على 8 يطلع لي number of frame يعني الفريم ريت. أقسم 2000 على 8 يطلع لي الفريم ريت عدد الفريمات بالثانية. من اقسم 2000 على 8 2000 خلينا نجي على السلوات اللي بعده نقول 2000 على 8 ويساوي لي 250 فريم بير سكند عدد الفريمات بالثانيه الواحده. زين ورا ما طلعت عدد الفريمات هسه شو اسوي؟ ارجع للسؤال يقول لي ذا داتا ريت اوف ذا لينك يريد الداتا ريت. الداتا ريت القانون مالتي شو يقول لي؟ يقول لي الفريم ريت الداتا ريت هي مال لينك سرعة اللينك عبارة عن الفريم ريت مضروبة في البت ان ايتش فريم. الفريم ريت ايش قد طلعناه؟ هذا الفريم ريت 250 و البت ان ايتش فريم ايش قد كان عندي؟ كان عندي 4 في 8 زائد 1 كان 33. 33 في 250 8250 هذا بت بير سكند شنو هو؟ الداتا ريت اللي هو المطلب كان المطلب السادس. المطلب السادس وينتهي حل السؤال. خلينا نجي نشوف الحل. هنا عندنا شوف عندنا الانبوت لكل شانل اسف الشانل الانبوت عباره عن 250
هاي ال 250 ضربناها في 8 طلع لي شنو هو؟ البت ريت مال كل انبوت شانل اللي طلعت لي 2000. وكل سلوت يحتوي على 1 كاركتر، ال 1 كاركتر اضربه في 8 يطلع لي 8 بت، يعني كل واحد 8 8 8 8. اذا هنا ايضا اقسمها 8 8 8 8. ف 4 في 8 واكو اكسترا بت، فصير 4 في 8 زائد 1 هي 33 بت. فاذا اني المطلب الاول المطلب الثاني بقى على هذا، ورا ما اسوي هذا الرسم اي مطلب راح يجيني راح اقدر احله. خلنا ناخذ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، we need to use synchronized time division multiplexing and combine 20 digital source، يعني 20 source 20 channels each of 100 كيلو بت بير سكند، وكل واحد سرعته يعني البت ريت مال كل واحد، البت ريت مال كل واحد عباره عن 100 كيلو بت بير سكند. يقول لك if each output سلوت، السلوت مالتي حتكون عباره عن 2 بت. اوكي خلينا نجي نرسم. انا عندي 20، خو ما حقسم 20، ابدي من واحد، هذا واحد، هذا اثنين، واصل الى العشرين. كل واحد ايش قد سرعته؟ 100 كيلو بت بير سكند، يعني 100 كيلو بت بير كيلو بت بير سكند. هذا ايضا 100 كيلو بت بير سكند. هذا ايضا الى العشرين هي كلها سرعتهم 100 كيلو بت بير سكند. كل سلوت ايش قد بي؟ خلنا نجي 2 بت، 2 2 2. اجي الفريم، الفريم مالتي ايضا حيصير الى ان يصل ال 20، مو من الواحد الى ال 20 هذا الفريم مالتي. كل واحد ايش قد بيه؟ 2 2 2 2 الى ال 20، الى العشرين، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى العشرين. أيضا دي يقول لك put one extra bit is added to each frame، لكل فريم ضفنا extra bit. الextra bit جد كم بت بي؟ واحد، هذا نقول عليه الextra bit. إذا هسه أجي كم بت بالفريم عندي؟ إيش أقول؟ أقول number of input channel في number of bit in each input slot 20 في 2 زائدا الاكسترا، نفس القانون اطبق 20 في 2 40 زائد 1 ويطلع لي 41 bit in each output frame. خلنا نجي هسه ورا ما رسمنا هذا الرسم، خلنا نجي على السؤال من جديد ونحله. خلنا نشوف هذا الرسم هنا أنا مرسوم بصوره اوضح. هذا كان كل input channel عباره عن كل input channel عبارة عن 100 كيلو بت بير سكند البت ريت مالته، وكل سلوت بي 2 بت، وايضا الفريم مالتي عبارة عن 20 سلوت بي لازم لان على عدد الشانلات، وبي اكسترا بت، هذا الاكسترا بت اللي باللون الاصفر، فاقول 20 في 2 عبارة 40 زائد 1 يطلع لي 40 بت ان ايتش ان ايتش اوتبوت فريم. خلي اجي على المطلب الاول، ذا ديوريشن of the output frame، يعني السرعة العفو التايم مال output frame، duration مال output frame هو نفس duration مال input slot. شلون اطلع ال duration مال input slot؟ اقسم الاثنين على 100، شو اقول؟ البت in each input slot على البت rate مال channels number duration. شلون اطلعها؟ of output frame number of bit in each input slot على البت rate مال one channel. نمبر اوف بت 2 اقسمها على 100 في 10 اس 3 لا تنساها، فيطلع لي 2 في 10 اس ناقص 5 سكند، يعني او نقول 20 في 10 اس ناقص 6 يعني 20 مايكرو سكند. تقدر تبقيها بالسكند او تحولها الى مايكرو سكند. نجي طبعا هي نفسها الديوريشن راسا قايل من عندك المال اوتبوت فريم، ما قايل لك اريد مال انبوت سلوت، هو طبعا نفسها اذا طلبها نفس الشيء ما عندي مشكله. نجي المطلب الثاني، ذا سايز اوف ذا اوتبوت فريم ان بت. هسه احنا حلينا number of channels مضروب في البت in each input slot زاد الاكسترا بت، 20 في 2 زائد 1 طلع 41. خلينا نشوف هنا
20 في 2 زائد 1 41. نرجع للسؤال المطلب اللي بعده. The output frame rate، كم فريم بالثانية؟ احنا ايش قلنا هالمرة؟ من يريد فريم بالثانية اقسم بالعكس. شو اقسم؟ اقسم المية على الاثنين، يعني البت ريت على البت ان ايتش انبوت سلوت. 100 في 10 اس 3 على 2، 100 في 10 اس 3 على 2، هذا هو الفريم ريت، ويطلع لي 50,000 فريم بير سكند، يعني 50 كيلو فريم بير سكند، او بقي 50,000 ماكو مشكله. المطلب اللي بعده يريد الاوتبوت بت ريت، عباره عن الاوتبوت فريم ريت مضروب في نمبر اوف بت. الاوتبوت بت ريت هو 50,000 مضروب في البت ان ايتش اوتبوت فريم اللي هو 41، ف 50,000 في 41 يطلع لي 205,000 بت بير سكند، او اقول 205 كيلو بت بير سكند. ننتقل للامثله اللي بعدها، او ننتقل هنا الى موضوع جديد ايضا بالمالتيبلكسينج. بالمالتيبلكسينج بعض السرع بالشانلات، عندي مثلا عندي يجي يقول لك واحد اريد اني بعض الشانلات سرعتها تكون ضعف الشانلات الاخرى، او واحد من الشانلات سرعته ضعف. مثلا خلينا نشوف هذا السيستم مالتي، وهذا الشانل السرعه مالته اريدها باع 50 كيلو بت بير سكند، اما البقيه عباره عن 25 25 25. يعني بالاسئله السابقه ايش كان عندي؟ كان البت ريت بجميع الشانلات متساوي. هسه الاسئله التاليه لا، الانبوت شانل غير متساوي. يسموه المالتي ليفل مالتيبلكسنج. مالتي ليفل مالتيبلكسنج يعني عده مستويات بالمالتيبلكسنج، يعني هنا 50، هنا 25 25 25، واحد من عندهم 50 حتى اسوي سرعته 50، هذا كانه انطيه سلوتات اثنين بالفريم. هذا مو الفريم، يعني اخصص له مقعدين، هذا المقعد مالته، اذا لازم انطيه سلوتات اثنين بالانبوت بحيث تاخذ بالفريم ايضا سلوتات اثنين لان ضعف. زين، خلي اطبقها على الاسئله. اذا طبعا ها ملاحظه هنا، اكو هاي الملاحظه، دائما نتعامل مع الشانل الذي يحتوي على سلوت واحد لحساب القوانين الاخرى. احنا مو كنا نقول نقسم هذا على هذا او هذا على هذا، نطلع مره نطلع التايم ومره نطلع الفريم ريت. ما اجي اتعامل على بالضعف، اجي اتعامل على اللي وحده. فهاي ملاحظه، دائما نتعامل مع الشانل الذي يحتوي على سلوت واحد، مو على الشانل اللي يحتوي على سلوتين. شوف هذا الشانل يحتوي سلوتين، او اكو قسم يحتوي ثلاثه حسب نوع السؤال او حسب المعطيات بالسؤال. خلينا نجي ناخذ مثال نطبق على الحكي هذا. نجي ناخذ المثال التالي، يقول لك تو شانلز وذ ا بت ريت اوف 150، واحد 150 شانل عندي، واحد 150 51 كيلو بت بير سكند، ار تو بي مالتيبلكسينج يوزنج تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. ده سوى مالتيبلكسينج عليها وذ مالتيبلكسر يونتس اوف 2 بت بير شانل. خلينا نجي نرسمها، يعني لكل شانل دا انطي 2 بت بالسلوت. يعني الاول كان ايش قد؟ 150 كيلو بت بير سكند، والثاني كان 50 كيلو بت بير سكند. الاول اني شوف هذا 150، هذا 50، يعني هذا ثلاث اضعافه، ثلاث مرات بقده. اذا كم سلوت اخذ؟ ثلاث سلوتات. هذا كم سلوت ياخذ؟ سلوت واحد حتى يصير ضعفه. من اجل اقسم الفريم، هذا الفريم انطي ثلاث سلوتات للاول، ثلاث سلوتات للاول ويعني هذا واحد اثنين ثلاثه، والباقي انطيه للبعده الشنل اللي بعده اللي ابو سلوت واحد. خلينا نكمل السؤال. ده يقول لك، ده يقول لك المالتيبلكسينج اوف 2 بت بير شانل، لكل شانل 2 بت، يعني هنا اثنين 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 اثنين. اجي هنا هاي الثلاثه الاولى مال منو؟ مال شانل الاول اثنين اثنين اثنين، وهذا اللي بعده مال شانل الثاني اثنين. اذا كم بت بالاوتبوت فريم؟ صار واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني اقول اربعه في اثنين ويساوي لي ثمانيه. كم بت بالاوتبوت فريم؟ ثمانيه. زين، احنا ايش قلنا بالملاحظه؟ اني بعد هذا انساه ما اتعامل وياه، اتعامل لحساب اطبق القوانين مالتي على منو؟ على ابو السلوت الواحد اللي هو ابو ال 50.
خلينا نجي نشوف المطالب. يقول لك انبوت سلوت ديوريشن، يعني التايم مال انبوت سلوت ما اجي على هذا، اجي التايم مال هذا اللي وحده قلنا حسب الملاحظه مالتنا، حتى اطلع التايم اقسم الاثنين على 50. خلينا نجي للسؤال مالتنا المطلب الاول ده، يقول لي انبوت سلوت ديوريشن، حتى اطلع الانبوت سلوت ديوريشن شو اقول؟ نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، يعني الاثنين قلنا شو نتعامل مع هذا؟ 2 على 50، 2 على 50 يطلع لي 40 في 10 اس ناقص 6، يعني 40 مايكرو سكند. نجي للمطلب اللي بعده، فريم ديوريشن، الزمن مال الفريم هو نفسه مال انبوت سلوت، ايضا هو 40. خلصت هذه. نجي لبعد البت ان ايتش فريم، قلنا احنا نجي عليه نطبق الملاحظه من جديد، على يمين على ابو السلوت الواحد شو نقسم المره؟ 50 على 2، 50 على 2 شو اطلع؟ اطلع الفريم ريت 50 على 2 25 فريم بير سكند. لو اجي هنا 25 فريم بير سكند، قسمت 50، بس لا تنسى في 10 اس 3 يعني 50، 25 في 10 اس 3 فريم بير سكند، لان كان عندي البت ريت 50 كيلو، فاقول 50 في 10 اس 3 على 2 فيطلع لي 25 كيلو بت بير، عفوا كيلو فريم، 25 الف فريم بير سكند، او اقدر اقول 25 كيلو فريم بير سكند، ماكو مشكله. زين ورا هالمطلب ده يقول لك الاوتبوت بت ريت، الاوتبوت بت ريت عباره عن ضرب هذا في البتات، الاوتبوت فريم ريت في النمبر اوف بت ان ايتش فريم، يعني 25 في 10 اس 3 في 8، ويطلع لي 200 في 10 اس 3 بت بير سكند، او اقدر اقول 200 كيلو بت بير سكند. وهنا ينتهي السؤال. خلينا ناخذ سؤال اخر، يقول لك two channel are multiplex using time division multiplexing. If channels one channel الاول send 200 بايت بير سكند، انتبه هنا بايت، البايت لازم ايضا شو اسوي له؟ ضربه في 8. الشانل الاول 200 and channel الثاني 100، يعني واحد ضعف الاخر، ايضا 100 بايت، ايضا ضربه في 8. وي مالتيبلكسينج 2 بايت، داخل السلوت ايش قد؟ 2 بايت بير شانل، يعني ايضا 2 في 8 يطلع 16. خلينا نجي نرسمها حتى تكون الصوره واضحه. هذا الشانل الاول وهذا الشانل الثاني. الشانل الاول ايش قد مالته البت ريت؟ 200، عفوا 200، 200 بايت، 200 بايت بير سكند، اضربها في 8، 200 في 8، حتى اضرب ال 200 في 8، ليش اضربها في 8؟ حتى احولها الى البت، يطلع لي 1600 بت بير سكند. اما اللي بعده كان هو 100 بايت، 100 بايت بير سكند، اضرب ال 100 في 8 يطلع لي 800 بت بير سكند. الاول بما انه ضعفه، اذا كم سلوت اخذ؟ سلوتين. الثاني ابو ال 100 اخذ سلوت واحد، ابو السلوتين، وطبعا ده يقول لك 2 بايت بير شانل، لكل شانل 2 بايت، يعني 2 بايت ايش قد؟ 2 في 8 يعني 16، وهنا انا اخذت 2 16 في 16. هسه اجي ارسم الفريم، كم سلوت بالفريم؟ 3، 2 للاول، هاي الاثنين للاول وهذا للبعده، ف 16 16 16، هذا للشانل الاول ابو ال 200 وهذا ابو ال 100، ال 100 بايت، او نقدر نقول هذا ابو ال 1600 البت وهذا ابو ال 800 بت، ما عندي مشكله. اذا كم بت بالفريم؟ 3 في 16، 3 في 16 ويساوي لي 48 بت، وين بالفريم؟ هسه اجي احل السؤال، اجي على السؤال، هذا رسم مثل ما رسمناه قبل شويه، هنا يقول لك 2 بايت، 2 بايت يعني 16 في 16، هذا 2 بايت يعني 16، هذا ال 200 في 8 1600 بت بير سكند، وايضا هذا ال 100 في 8 يطلع لي 800 بت بير سكند،
والاوتبوت فريم عباره عن 16 ب 16 ب 16، يعني 3 في 16 ويطلع لي 48 بت. طبعا انا ما رسمت، حليت ثلاث ارباع السؤال. يريد اول مطلب انبوت سلوت ديوريشن، الزمن الانبوت سلوت ديوريشن. طبعا هنا انا ايضا مسوي لك الشانل الاول البت ريت مالته والشانل الثاني البت ريت مالته اللي 1600 و800. نجي الانبوت سلوت ديوريشن عباره عن ايش؟ نجي بالملاحظه، نجي على الشانل ابو السلوت الواحد، يعني اقسم 16 على 800 حتى ايش يطلع لي؟ يطلع لي الانبوت سلوت ديوريشن. الانبوت سلوت ديوريشن اللي هو، خلينا نجي على المطلب، مطلب الانبوت سلوت ديوريشن او ديوريشن او انبوت سلوت عباره عن نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، قلنا قبل شويه 16 على البت ريت مال ان وان شانل اللي 800، 16 على 8 يطلع لي 0.02 سكند، يعني 20 ملي سكند. ومال اوتبوت فريم المطلب الثاني نفسه مال انبوت ديوريشن ايضا 20 ملي سكند. المطلب الثالث يريد البت ان ايتش اوتبوت فريم، قبل شويه قلنا اللي هو 3 في 16 نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت مضروب في النمبر اوف شانل. هنا هسه تقول لي عندي نمبر اوف شانل 2، لا مو، هنا عندك الثاني والاول كان هو ضعف لهذا، كانه صار عندي 3 شانلات. فدائما اتعامل وياه بهالطريقه حتى اقدر اطبق القوانين مالتي. زين اذا يطلع لي ايش قد؟ 3 في 16 ويطلع لي 48. المطلب اللي بعده يريد الفريم ريت، الفريم ريت عباره عن البت ريت ان وان شانل. البت ريت ان وان شانل كان عندي قلنا ايضا شنو الملاحظه مالتي؟ شنو نتعامل ابو السلوت الواحد اللي هو ابو ال 50 اللي كان عفوا ابو ال 100، فيصير 800 كان 100 بايت ضربناه في 8 صار 800 بت، 800 على 16 بت بالايتش انبوت سلوت فيطلع لي 50 فريم. وراها اريد الاوتبوت بت ريت عباره عن الاوتبوت فريم ريت مضروب في النمبر اوف بت ان ايتش فريم، يعني 50 في 48 ويطلع لي 2400 بت، يعني 2.4 كيلو بت بير سكند. 2400 او 2.4 كيلو بت بير سكند. الى هنا انتهى حل هذا السؤال. اعتقد يعني مجرد تطبيق قوانين. والرسم قلنا الرسم هو يفيدنا لحل ثلاث ارباع السؤال. خلينا نجي هنا نوضح شغله مهمه. سبق اخذنا سينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، هسه راح ناخذ الاسينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسنج ونشوف شنو الفرقه عن السينكرونس ونسوي ايضا مقارنه بيناتهم. بس خلينا ندرس الاسينكرونس، فهمنا السينكرونس. هنا راح نوضحهم ايضا اثنيناتهم، نتكلم عن الاسينكرونس وايضا في نفس الوقت نتكلم عن السينكرونس نشوف شنو الفروق بيناتهم. سبق وقلنا بالسينكرونس does not guarantee that the full capacity of the link is used، يعني شنو معاني؟ مو كل استخدم اللينك مالتي، مو كل الكباسيتي مالتك كنت استخدمها. هذا اللينك مالتي اللي هو كان بالشانلات ما كنت كل الكباسيتي مالته استخدمه. ليش؟ لان اني كان لو عندي واحد من السلوتا، واحد من الاجهزه متوقف، اني بالفريم مالتي حاجز له مقعد، خلينا نقول عندي هسه ذولا ثلاثه، هذا الاول الثاني الثالث، اني حاجز المقعد هذا للاول هذا للثاني هذا الثالث. لو افرض انه اني الثاني ما يشتغل، هذا الثاني متوقف عن العمل، اني هنا المقعد مالته محجوز، هذا السلوت محجوز للثاني، راح يذهب الفريم فارغ. هاي النقطة نسميه الامبتي سلوت. الامبتي سلوت اللي هو عندي احد السلوتات تكون فارغة شوكت لما اني عندي هذا الجهاز متوقف او الشانل الثاني متوقف عن العمل في لحظة من اللحظات. يعني اني عندي هنا اللينك الكباسيتي مال اللينك مالتي ما راح استخدمها كلها لان عندي توقف واحد الاجهزة حتبقى مكانه فارغ. هذه تم تجاوزها وين؟ تجاوزها بالاسنكرونس. لان انا ناحية يصير عندي ضياع، ضياع بالكباسيتي مال لينك، نسميه الويستد، ضياع بالكباسيتي بالباث مالتي. فحتى لا يصير هذا عندي ضياع، ليش ما استغله انه اني اقول لا ما اشتغل انه اني كل شانل انطي سلوت او انطي مقعد خاص له، اي واحد بطريقي اخذه اذا المهم دا يبث. شلون؟ خلينا نشوف بالمثال التالي. المثال الاول، هذا المثال العفو الاول يمثل لي مال السينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. شوف عندي كم شانل؟ اي بي سي دي اي، 1 2 3 4 5، خمس شانلات. شانل الاي اشتغل مره وبعدين توقف، شانل بي دي يستمر بيشتغل نشوف عنده سلوتين، شانل سي متوقف دائما، شانل دي دا يشتغل مثل البي، وشانل اي فتره وقف بعدين يشتغل.
شلون تروح السلوتات؟ مع الفريم الاول، خلينا نقسم هذا الفريم الاول وهذا الفريم الثاني. شوف الفريم الاول بدا اي اي بي بي موجود، السي فارغ، حطله مجال فارغ بس السلوت مالته فارغ، الدي موجود اخذه هذا الدي، والاي فارغ ايضا هنا عندي فارغ بس هو حجز له مكان فارغ. هذه رقم الواحد شو تمثلني؟ قلنا الاكس رابت ليش تستخدم؟ فور شنو؟ فور سينكرونايزيشن، انه انا عرفت بدايه السلوت الفريم ونهايه بدايه الفريم وراح ابدي فريم بعده حتى اوزع الاول الاول والثاني وهكذا. لذلك اذا الثاني ما يبث انا المهم انطي سلوته وفارغ خالي من المعلومات، نسميه الامتي سلوت يعني سلوت الفارغ، وهذا حيصير بضياع باللينك. نجي بالفريم اللي بعده، ايضا بالفريم اللي بعده هذا الفريم اللي بعده شو راح نشوف؟ الاي ما يشتغل فارغ، هذا الاي بس فارغ، البي ده يشتغل ده يبث، السي اصلا متوقف فارغ، السلوت فارغ يعني عندي صار هنا سلوتين وهنا سلوتين، الدي ده يشتغل والاي ده يشتغل، فصار عندي هنا ضياع، عندي سلوتات ده تروح فارغه. تم تجاوزه وين؟ بالاسنكرونايز، قالوا لا. طبعا هنا الفريم بالسنكرونايز عدد السلوتات بي يساوي عدد الانبوت شانل. بالاسنكرونايز لا، الفريم مالتي غالبا ما يستخدم به ثلاث سلوتات. ما لي شغله بالعدد الشانل. دائما ثلاثه. والفريم الاول ادز بي. شكو واحد دا يشتغل هذا الفريم الاول راح يحتوي. فقط على الموجودين. يعني الاي والبي والدي. هذا الاي، هذا البي، هذا الدي اللي هو هذا وهذا وهذا. الفريم الثاني انطيته البي والدي والاي، هذا البي وهذا الدي وهذا الاي. يعني ما ادز فريمات فارغه، زين انا شو اعرف انه هذا يروح لجهاز اي او بي؟ اضيف له معلومه اسميها الادريسنج، انطيه ادريس، اقول له هذا الادريس مال جهاز فلان، هذا الادريس مال الجهاز الثالث او الرابع، يعني انطي ادريس. اذا انا راح اضيف له بتات اضافيه للادريس، يعني عناوين انطي للفريم داخل الفريم داخل السلوتات، للسلوتات انطي عناوين، مو الفريم بسلوتات، ويا السلوتات اضيف لكل سلوت اضيف له عنوان للجهاز اللي راح يروح له الجهه المستقبله. زين خلينا ناخذ مثال اخر ونشوف نطبق على الاسنكرونس. الاسنكرونس ناخذ ثلاث هذين ثلاث امثله عندي. المثال الاول هذا كم شانل عندي؟ خمسه. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شوف الأول الأي كم أي بي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست أيات. الثاني متوقف ما بي، الثالث بي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع سيات. البعدة متوقف الأربعة، والخمسة بي، واحد اثنين ثلاثة أربعة أيات، أربع أيات. فأجي السلوت الأول، إحنا قلنا كل فريم يأخذ ثلاثة. شوف إيش أخذ؟ أخذ الأي والسي والاي، خلصنا هذا الفريم الاول. اللي بعده ايش اخذ؟ اللي هو هذا، اخذ اي سي اي، ايضا اي سي الاي. اللي بعده اي سي اي، ليش اخذ هذا من اي سي والاي؟ واللي بعده ايضا اي سي والاي، اي والسي والاي. شوف اللي بعده ايش بقى لي؟ بقى لي فقط اثنين اي، فقط اثنين اي وانتهى. نجي السؤال اللي بعده، كم اي عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة اي. كم سي؟ أربعة سي. كم دي؟ أربعة. كم دي؟ اي أربعة. الفريم الأول اي سي دي، اي سي دي ثلاثة أخذ. البعد يكمل، من يكمل؟ وصل اي سي دي. البعد ايش راح ياخذ؟ اي اي سي اللي هو هذا. البعد ايش راح ياخذ؟ وصلنا للسي، ناخذ دي اي اي، دي اي اي. البعده ورا ما ياخذ دي اي اي شو راح يكمل؟ يكمل سي، هذا سي دي اي، سي دي اي. البعد راح يكمل اي سي دي، اي سي دي. والبعده اي، العفو اي، وصلنا للاي، اي هذا اي اي اي، الاي اي اي، الاي اي اي. هذا وينتهي حل على السؤال. نجي لبعده، ناخذ الى البعده. السؤال اللي بعد ايضا كم اي عندي؟ 1 2 3 4 5 6 6، والبي 3 والسي 4 والدي 4 والاي 4. شلون راح تبدي توزيع الفريمات؟ الاول ايش راح ياخذ؟ شوف هذا الاول خلينا نجمعه، اي بي سي، هذا اي بي سي. اللي بعده دي اي اي، دي اي اي.
البعده بي سي دي، بي سي دي هذا انتهى. البعده بي سي دي اي اي بي، اي اي بي. البعده وصلنا وين؟ سي دي اي، سي دي اي. والبعده ورا الاي ايش نجي؟ اي سي دي، اي سي دي. والبعده راح يصير اي بقالي اين اعتقد اي 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 اي. وينتهي حل السؤال. هنا شنو اني؟ السلوتات بالفريم ثابته واخذ شكوي واحد دايبث اخذه حتى شنو ما يصير عندي سلوت فارغ داخل الفريم، ما يصير عندي ضياع بالكباسيتي مال لينك. ورا ما افتهمنا الاسنكرونس والسنكرونس هنا راح نجي نسوي مقارنه. المقارنه بالشكل التالي: اولا what is the main difference between synchronous time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing. اول نقطه يقول لك need بالسنكرونس need synchronization between multiplexer and demultiplexer، نحتاج الى تزامن. ليش؟ يعني نقول الاول للاول، الثاني للثاني، الثالث للثالث داخل الفريم والسلوتات. هنا ما نحتاج الى synchronization. ليش؟ يعني احنا نشرح نعطينا ادريسنج لكل سلوت، نعطينا ادريس حتى يروح للجهاز اللي المعني او الجهه المقصوده. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه each input channel takes one slot، لكل channel انطي سلوت. هنا بالاسنكرونس لا، each input channel takes slot if it has data، فقط اذا كان عنده الداتا انا انطي سلوت، اذا ما عنده ما انطي سلوت. النقطه اللي بعدها number of slot in a frame is equal، عدد السلوتات بالفريم equal number of input channel، عدد السلوتات مثل ما قلنا احنا عدد السلوتات تساوي عدد الشانلات بالفريم، عدد السلوتات بالفريم تساوي عدد الشانلات. هنا أنا لا، بالاسنكرونس قلنا دائما هي اكثر شيء تستخدم ثلاثه، فهي تكون دائما اقل. نمبر اوف سلوت هي ليس ذان نمبر اوف انبوت شانل. بعد انا كان عندي قبل شويه خمس شانلات واني بالفريم كان فقط ثلاث سلوتات، فدائما هي اقل من انبوت شانلز. نجي فيكس سايز سلوت، السلوت مالتي حجمه ثابت يعتمد على عدد الشانلات، على الحجم مالته ثابت. هنا أنا لا، الحجم مالته العفو مال السلوت، السلوت مالته الحجم مال السلوت يعني عدد البتات بي تكون ثابته. هنا أنا عدد البتات لا تتغير حسب السيستم مالتي او حسب عدد الشانلات عندي والبتات بكل شانل. نجي النقطه الاخيره، السلوت كاري داتا اونلي، يحمل فقط المعلومات. هنا ايش قلنا نضيف له بالسلوت؟ نضيف له الادريسنج، لان هنا اكو عمليه سينكرونس، الاول للاول، الثاني للثاني وهكذا. هنا لا، كل سلوت اضيف له ادريسنج. فهنا عندي السلوت كاري داتا ان ادريس، ياخذ الداتا مالتي وياخذ الادريسنج. هنا كان ياخذ فقط الداتا بدون الادريسنج. هاي النقاط اللي او الفروق ما بين السينكرونس والسينكرونس. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا استفاديتم منها، وإلى اللقاء في المحاضرات القادمة إن شاء الله. كان معكم أستاذ حسين.